نفذ طلاب كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت وقفة احتجاجية أمام فرع شركة النفط بساحل حضرموت للمطالبة بحقوقهم. وفي بيان لهم طالب الطلاب بدعم المواصلات العامة للكلية وتحسين وضع السكنات الجامعية ودعم التغذية إضافة إلى حل مشكلة الكهرباء في الكلية والسكن. وعليه فإننا في هذه الوقفة الطلابية نطالبكم بالآتي: 1- اعتماد مخصص الديزل لكلية الهندسة والبترول وبقية الكليات أسوة بباقي الدوائر الحكومية، واستئناف صرف الديزل المدعوم المخصص لطلاب جامعة حضرموت والمنقطع من قبل شهر رمضان المبارك للتخفيف عن الطلاب في ظل ارتفاع رسوم المواصلات. 2- دعم السكنات والعزب الطلابية للتخفيف من غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية. 3- تحسين البيئة التعليمية، تحسين البيئة التعليمية عموما ووضع حل لمشكلة الكهرباء خصوصا وقت الدوام.